بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. أعزائي الكرام، حنا كنتواجدوا مدينة تمسنا. صوروا لكم واحد الفيلا اللي المساحة ديالها 300 متر، مصلوحة كاملة، ماشي سيمي فيني، مصلوحة مزيان، جات قريبة للغابة، شي حاجة موقع ممتاز. هاد الفيلا المساحة ديالها 300 متر كما كتلاحظوا، أنا كنصور دابا في الجردة ديالها من الحديقة ديالها. أعزائي الكرام، غتبعوا معايا الفيديو حتى الأخر باش نكتشفوها كاملين، كأنه الإنسان خففنا عليه ديك الزيارة، يعني كيشوف الفيديو كياخذ كملاحظة تقريبا واحد 90%، ولكن في أمر الواقع عاوتاني خصو ضروري يدير الزيارة ديالو نعاين المكان. والثمن كما كنقول دائما قابل للتفاوض، كيكون في اسفل الفيديو. واهلا وسهلا بكم، ما تنساوش اشتراك على القناه تشجيعا لنا. واهلا وسهلا بكم، والله يوفق الجميع ويسخر الجميع، والله يشفي مرضانا ويرحم موتانا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شوفوا معنا الفيديو، واهلا وسهلا بكم. هنا الفيلا هي هذه ديال تمسنا اللي كتشوف لي انفاس الغابه كما كتلاحظوا اعزائي الكرام. الفيلا الفينيا اللي المساحه ديالها 300 متر. هنا كاين الجاردان، اعزائي الكرام، الفيلا المساحه ديالها 300 متر، تمسنا لي انفاس الغابه. وهنا كاين الجاردان ديالها، فيلا مصلوحة مزيان، معودة كاملة. باب الرئيسية هي هذه ديال السيارة، باب الرئيسية. حنا غادي نشوفو الداخل أعزائي الكرام. مع الدخلة كاين هاد الصالون اللي هو مفتوح، صالون هنا ومنفصل، صالون واحد أخر كما كتلاحظوا. الرخام في الأرض. هنا كاين شومبر كبير بيت ناس هو كما كتلاحظوا أعزائي الكرام. كاين كوزينة عندها الباب ديالها كيخرج لبرا الجردان، وهذه كوزينة إكيبي تاهي. في الكوزينة كاين حمام، وهذا هو الصالون اللي مع الدخلة. كاين صالون مفتوح، يقدر يكون واحد رومي وواحد بلدي مغربي. وهنا الدروج اللي كيطلع الطبق الاول كما تلاحظوا اعزائي الكرام. هذا الطبق الاول ديال الفيلا. هنا كاين بيت كبير حتى هو كيشوف الشارع لي بلاكار ديالو كما كتلاحظوا. الفيلا معوده كامله جديده، خاصها كاين شي صبيغه عاديه هكا. وهنا شومبر حتى هو كذلك، حبيت نعاس حتى هو مصلوح، وعندو هاد كيطلع الشارع الكوليس بلا ما نحلوه. حتى هو عندو ريدو مانويل ماشي ضو، صباغة عمرة، مضوي كيشوف الشارع الحديقة الشومبر. هنا كاين حمام ولوش حتى هو مصلوح مزيان. حقا الفيلا مصلوحة، ما كاين انسان ما يعود فيها، يمكن شي صبيغة عادية لأنها خاوية الدار طبعا. يعني فوق كاين طروا شومبر كبار، الطبق الأول فيه طروا شومبر كبار. هذا بيت ناس أو
حتى هو بلاكار كوليس كما كتلاحظوا أعزائي الكرام. كاين هنايا حمام بانو ديالو شي كلشي جديد، كرر المساحة أعزائي الكرام 300 متر، كلشي جداد ملي صلحمو لها عاودها بالصباغة ما سكنش فيها. وهنا كاين باركو باب كتخرج عاوتاني باركو كيشوف الفوق الشمس. دروج هنا اونيكس ورخم في الدروج طالعين، لان الارض مصلوحة، الدار مصلوحة جديدة، الصبغة كلها عمرة. وهنا كما قلنا اعزائي الكرام مصلوحة كاملة معاودة هاد الفيلا اللي المساحة ديالها 300 متر. تعويذة تبارك الله كتجي هنايا، وهذه الاسباس كلها كتبع الحديقة الجردة، وهذه باب ديال الكوزينة اللي كيشوف الفيلا، لور ديال الفيلا.